السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. برضو كالعادة عند ماما، لحد بس اليومين بتوع المدارس وايه هرجع تاني. وهي بتشكركم على كلامكم الجميل وتعليقاتكم الحلوة، بشكركم على الكلام الجميل اللي امبارح كتبتولي على المنتدى وعيدتوا عليا الكلام ده، والله العظيم على راسي من فوق، وبعزكم جدا، كفاية كلامكم اللي بيفرحني. النهاردة بقى هعمل أكلة جميلة عند ماما، هعمل سمك وجمبري وهنعمل روتين حلو النهاردة. قبل ما تفتح الفيديو على طول تحطي لي اللايك بتاعي، ولو لسه جديد عندي في القناة هتدوسي على كلمة اشتراك وتفعلي زر الكل. لايكات لايكات لايكات، أهم شيء اللايكات. اتفرجي على الفيديو لحد الآخر، مش نخش الفيديو ونطلع على طول. وعايزة بقى ايه قناتي تكبر بيكو ولا ايه؟ ولا هتسيبوني في نص الطريق ما نكملش؟ ينفع؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، ومتنسوش بقى اللايكات. ده بقى الجمبري بعمله بالدقيق، كنت عاملاه بتومه وشويه شطه وشويه كمون ومنت، كنت سايباه من الصبح في التلاجة، عشان فانا بعمله بالدقيق دلوقتي عشان خاطر ايه هسيبه شويه في التلاجة كده ايه يعني يهدى شويه من الدقيق عشان ما يعفرش الزيت ولا ايه توسخ معايا بسرعه. الاول كده هعمله في الدقيق، وبعد كده بروح اعمل الروتين بتاعي امسحه كده، وبعد كده بقى يكون ايه دي شويه احطه في الزيت. متنسوش بقى ايه اللايكات بتاعتي، وعايزاكم بقى ايه تفرحوني لحد الاخر، ومحدش يعمل لي ديسك لايك، لا لايكات. هغسل المواعين حواليه عشان تبقى المكان نظيف وانا بعمل، وفي نفس الوقت ايه ما تبقاش حاجه متركبه معايا. عشان بعد ما اخلص اكل ما الاقيش بقى ايه مواعين كتير وكده، بحب اغسل الحاجه وانا ايه بغسل إيه وانا بعمل الاكل. عشان كل ما تقومي حواليكي مواعين هتلاقي نفسك بقى ايه زهقانه ومش عايزه تكملي. الناس بقى اللي بتقعد تتفرج بقى ما بتحطش لايكات، عايزاك تحطي لي لايكات. بطلتوا تحطوا لايكات كتير زي الاول ليه؟ تشجعي بقى تعملي الغدا بتاعك، قولي بقى لو وراكي حاجات بقى تعمليها ايه قبل ما الجو يبرد. خلاص المدارس هيوم الحد، والامهات بقى هتصحى من بدري بقى من الساعة ايه من الساعة 7 من الساعة 6، كأن الامهات هي اللي بتتعلم مش العيال. هشطف مش كل المدارس، هشطف بقى المواعين واغسل بقى حتى السلطة، عشان بعمل شوية سلطة بقى حلوين مع شوية بقى السمك والجمبري وجمال جدا. احنا عندنا هنا في مصر بنعمله بقى بنحيقه في توم وبشوية ليمون وكمون وشوية شطة وايه دي البهارات بتاعتنا وشوية خل. انتوا بقى في دمياط بتعملوه ازاي؟ في اسكندرية بتعملوه ازاي؟ في الاماكن اللي فيها بحر دي بتعملوه ازاي؟ لاني عارفة ان اكلكم بيبقى مختلف عننا، يعني زي اسكندريه ودمياط والبحيره والحتت دي بيبقى الاكل عندهم مختلف، بالذات الاسكندرانيه والدمايطه واحسن ناس على فكره. فاكتبوا لنا كده في الكومنتات بتعملوا السمك عندكم ازاي، بتحيقوه ازاي زينا كده ولا ايه؟ احنا عندنا هنا ما بنعملش اللي هو السمك اللي هو الصينيه دوت، مش بنحبه ومش بنعمل اللي هو السمك اللي هو اسمه ايه اراميد دوت. هجهز بقى حتة السلطة كده اولع على الزيت وارجع تاني عشان مطولش عليك الفيديو. فهمتي؟ ياسمين بقى فرشت الملايات وروقت وراحت قالت لي بقى ايه، قالت لي امسحي انتي. فقلت بقى اكمل كده، وفي نفس الوقت ايه اشجعكم وما تنسوش بقى لك. لو ركب بقى حاجه اعمليها بقى قبل الشتاء،
الجو ابتدى يبرد بالليل، فقومي بقى ايه الحقي نفسك وانقذي نفسك في الايام اللي جايه دي، لان الشتا السنه دي شكله جاي بدري. ما تنسوش بقى ايه اللايكات بتاعتنا، يلا ونمسح بره ونكمل. ولسه بقى نعمل بقى شويه سلطه زي اللي حصل من السلطه بتاعنا. ياسمين بقى ايه روقت، بس ايه يعني اروق تاني برضه، لسه في حاجات مش مظبطه قوي، بس هي جت ان هي عملت. وياسمين مش كبيره، صغيره عندها 15 سنه. روعي يا بنو، رايح فين؟ طب عدي جوه، عدي زي ايدك عشان انا حاطه عيل في الميه. لا عدي. عايزه اقول لكم برده هي كانت لسه ماسحه من قيمه يومين، وبرده ايه هي ملمه كده الارض عشان تبقى نظيفه، وفي نفس الوقت لما تطلع على السلم ما يبقاش السلم مليان تراب، يبقى ملبخ ومتبهدل. حطي لي ايه بقى اللايكات، ما تستخسريش فيها اللايك. امسح بقى الصاله برده بره عشان برده متبهدله. خلصت بقى الاوضتين جوه، قلت امسح برضو الصالة واخلص كده بسرعة معاكم. بحب امسح كده العتبة بتاعت الباب عشان تبقى كلها تراب من السلم، والسلم برضو عايز يتعمل متبهدل. بصوا بقى الجمبري مش عارفه، تعالي كده تقولوا من الكاميرا ياسمين شويه. هو الجمبري اصلا بيحب زيت ايه كتير. بصوا بقى زمانه، تعالوا بقى كلوا معانا، ناكلكوا بقى معانا الجمبري بتاعنا. وبرده لازم تكتبوا لي في التعليقات بتعملوه ازاي، الناس اللي بلدها في البحري. هخلص بقى ايه هقليه واقلي السمك، واقف اعمل حبه السلطه دول، هوريكم الشكل النهائي بقى عشان اجوعكم وتعملوا بقى وتجربوا بقى الاكله دي بتبقى حلوه قوي. بصوا بقى انا عملت سلطه، خلصت السلطه بتاعتي وقليت السمك وعملت بصوا الجمبري طالع جميل ازاي، وفي نفس الوقت طالع مستوي. ما تنسوش بقى ايه تعملوا لنا تعملوا لنا بقى لايكات، لايكات وتشتركوا في القناه. عايزه اقول لكم تعبت جدا واتبهدلت، الزيت دخن جامد. ما تنسوش بقى تعملوا لايكات، واستنوا بقى مني فيديو تاني. باي باي.